قبل الدخول انظر حولك قد تخاف. الكل موجود مع أقنعة مخيفة الكثير من الحلوى والطعام، الجميع يستمتعون في ليلة مخيفة. إنها ليلة مخيفة ومشهد مخيف، قد تصابوا بالرعب لكن لا تخاف إنها مجرد لعبة. في ليلة مخيفة إنها ليلة مخيفة، تعال وانضم للحفلة وقلنا مع المدنيين ملابس بأزياء رائعة. أنا زومبي هذا صحيح، يمكنني أن أفعل رقصة من أجلك وأرقص رقصة زومبي في ليلة مخيفة. إنها ليلة مخيفة، مرحبا بكم في حفلتنا كلنا مبتدئين الملابس بأزياء رائعة. أنا ساحرة هذا صحيح، يمكنني أن أفعل رقصة من أجلك وأرقص رقصة الساحرة في ليلة مخيفة. إنها ليلة مخيفة، تعال وانضم لحفلتنا كلنا مبتدئين الملابس بأزياء رائعة. أنا مستأذب هذا صحيح، يمكنني أن أفعل رقصة من أجلك وأرقص رقصة المستأذب في ليلة مخيفة. في حفلتنا كلنا مبتدئين الملابس بأزياء رائعة. أنا مومياء هذا صحيح، يمكنني أن أفعل رقصة من أجلك وأرقص رقصة المومياء في ليلة مخيفة. إنها ليلة مخيفة، تعال وانضم للحفلة كلنا مبتدئين الملابس بأزياء رائعة. صحيح، يمكنني أن أفعل رقصة من أجلك وأرقص رقصة هيكل عظمي في ليلة مخيفة. إنها ليلة مخيفة ومشهد مخيف، قد تصاب بالرعب لكن لا تخاف إنها مجرد لعبة. في ليلة مخيفة، في ليلة مخيفة. ويندي، هل يمكنك النزول إلى الطابق السفلي لإحضار المناشف النظيفة؟ لكن أمي، الطابق السفلي مخيف، ماذا لو كانت هناك وحوش بالأسفل؟ لا تخافي يا ويندي، فهذه مجرد تخيلات في عقلك. الوحوش في الظلام، الوحوش في الظلام، كن شجاع، كن قوي، شيء ما يبدو خطأ. الوحوش في الظلام، الوحوش في الظلام، الوحوش في الظلام. ما هذا؟ ما هذا؟ هل هذا شبح يطفو هنا قريبا جدا؟ انتظر، إنها مجرد جواكت قديمة. الوحوش في الظلام، الوحوش في الظلام، الوحوش في الظلام. ما هذا؟ ما هذا؟ هل هي ساحرة؟ عيونها متوهجة، انتظر،
الأرنب ليس مخيفا. الوحوش في الظلام، الوحوش في الظلام، الوحوش في الظلام. مجرد رف. الكتب لا تخيفني. الوحوش في الظلام، الوحوش في الظلام، الوحوش في الظلام. ما هذا ما هذا؟ هل هي بومة؟ عيون مخيفة، مخالب كبيرة، انتظر إنها مناشف أمي. لقد وجدت مناشف أمي، دعونا نذهب إلى القطع الحلوى. أجل. الوحوش في الظلام، الوحوش في الظلام، لقد تشجعنا كنا جريئين في الطابق السفلي المظلم. الوحوش في الظلام، الوحوش في الظلام، لا وحوش في الظلام. انظر، الوحوش هناك. إن كنت وحيداً فاصرخ بعلى صوت. الشياطين والعفاريت يأتون من كل مكان، يتركون الأبواب وأيضاً يغنون. مرحباً إنه الهالوين. مرحباً إنه الهالوين. مرحباً إنه الهالوين. مرحباً إنه الهالوين. هواء نقي والقمر منير، أنيريل الأضواء فلعضك مصاص دماء. الصحراء يطبخون والموتى سائرون، يتركون الأبواب وأيضا يغنون. مرحبا إنه الهالوين. مرحبا إنه الهالوين. مرحبا إنه الهالوين. مرحبا إنه الهالوين. انظر، الوحوش هناك. إن كنت وحيدا فاصرخ بأعلى صوت. مصاص دماء يطير ومستذئب يصطاد، يتركون الأبواب وأيضا يغنون. انظر، الوحوش هناك. إن كنت وحيدا فاصرخ بأعلى صوت. مصاص دماء يطير ومستذئب يصطاد، يتركون الأبواب وأيضا يغنون. مرحبا إنه الهالوين. مرحبا إنه الهالوين. مرحبا إنه الهالوين. مرحبا إنه الهالوين. احذر دوبي دوبي دو. فرانكشتاين. Frankenstein.
على اللحن ومع الكلام. ماذا تشعر؟ أشعر بالرضا لأنني كفرانكشتاين. سنفاجئكم لكي تنظروا. أركض بالزيل كالقطة، ستروني كفرانكشتاين. ما هذا الصوت؟ مستصع
دماء القرش دم 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 مصاص الدماء القرش دم 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 مصاص الدماء القرش دم 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 مصاص الدماء القرش دم 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 اسمع صوته اقدم من دونا انه الشبح او لا انه الشبح لنهرب انه الشبح انه هالوين لا احد في الارجاء اسمع صوته اقدم من دونا انه زومبي او لا إنه الزومبي خذ حذرك إنه الزومبي إنه الهالوين لا أحد في الأرجاء أسمع صوته أقدم من هنا إنه مصاص دماء أوه لا إنه مصاص الدماء يا إلهي إنه مصاص الدماء إنه الهالوين لا أحد في الأرجاء أسمع صوته أقدم من هنا إنها ساحرة أو لا إنها ساحرة انقذوني إنها ساحرة إنه الهالوين لا أحد في الأرجاء أسمع صوته أقدم من هنا إنه هيكل عظمي أو لا إنه هيكل عظمي اختبئ إنه هيكل عظمي عيد هالوين سعيد أستطيع أن أراك تتحول إلى اللون الأبيض من السعادة ليس هناك ما يخيف لا لن يعد رأسك إلا إذا كانوا يشعرون بالتعب يمكنك الاختباء إن لم تكن جيدا لكنهم سيأتونك
لك هالوين سعيد. ما الذي يسعدك بخصوص الهالوين؟ انظر إليهم، جميع الوحوش تضحك. لا بأس إن كنت خايفا، اترك النوافذ مفتوحة، لا تريد أن تفوتك عجائب الرعب. يمكن إطفاء الأنوار فلن ترى كالأشباح، لكنهم سيأتون إليك. يتمنوا لك عيد هالوين سعيد، يتمنوا لك عيد هالوين سعيد. هالوين سعيد. أن مخرج الحديقة كان من هنا. لا تخمين. هل ضعنا؟ لا، أمي ستصاب بالجنون إذا لم أكن في المنزل وقت العشاء. أوه شباب، ما هذا؟ في السماء هناك شيء يطير في كل مكان، لا يمكن من هنا رؤية ماذا تكون. إنها لامعة ومخيفة ولها أيضا أنياب، وحين يطير حولنا نصرخ قرش طائر مخيف عبر الحديقة يطير. ما هذا في الظلام؟ انظر يضحك، إنه ليس قرش طائر مخيف. ليس مخيفاً الكرش الطائر المخيف. الآن رأيت كل شيء، هو يحلق في السماء فوق أولاد وبنات، وهو يقوم بالدوران وأيضاً بالحلقات. في البداية يكون مخيفاً عندما ترى عيناه، بينما كان يطير يقول مفاجأة قرش طائر مخيف عبر الحديقة يطير. ما هذا في الظلام؟ انظر يضحك، إنه ليس كرش طائر مخيف. في السماء يطير عاليا فوق الأشجار، أراه من أسفل يسبح في الهواء الطلق. يظن الجامع أنك سيء، يبدو الأمر غريبا. أتمنى ألا يكون الكرش الطائر حزينا. الكرش الطائر لها مشاعر مثلي ومثلك، رغم أنه يبدو لئيما لكنه لا يأذينا. هو يريد أن يطير في الحديقة والمدينة، إن رأيت يطير في الليل فقد استرخي، لن يعضك. كرش طائر مخيف عبر الحديقة يطير. ما هذا في الظلام؟ انظر يضحك، إنه ليس كرش طائر مخيف. أحب حقاً أن أرتدي زي القطط الصغيرة. أجل، يبدو ذلك رائعاً. يا أصدقائي، هل تعرفون أين تركنا القفازات؟ أعتقد أنهما مع عماد. كلا، أعتقد أننا قد تركناهم مع جاد. كلا، ليسوا معي. كيف سنشرح ذلك لأبائنا وأمهاتنا؟ ثلاث قطط صغيرة فقدنا القفازات فهممنا بالبكاء. أمي الحبيبة، لدينا مصيبة، قد فقدنا القفازات. أوه، ماذا؟ هذا إهمال، اذهبوا في الحال، ليس لكم اليوم فطير. مياو 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 مياو، لن نأكل اليوم فطير. مياو 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 مياو، لن نأكل اليوم فطير. لن نأكل فطير، الفطير عشائي المفضل. أوه، أتمنى أن نجد القفازات قبل العودة إلى المنزل. أوه، انظروا، وجدتهم. أوه، واو. ثلاثة قطط صغيرة، وجدنا القفازات فأصبحنا سعداء. أبي الحبيب، خبر عظيم، قد وجدنا القفازات. خبر جميل، لكم التقدير، إليكم بعض الفطير. مياو 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 مياو، سنأكل اليوم فطير. مياو 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 مياو، سنأكل اليوم فطير. رائع،
سنأكل فطيرا لذيذ اليوم يا أصدقائي. نحن جائعون حقا. ثلاث قطط صغيرة أكلوا الفطيرة فاتسخت القفازات. أمي الحبيبة لدينا مصيبة، قد اتسخت القفازات. ماذا؟ هذا إهمال، اذهبوا في الحال إلى حوض الاغتسال. مياو 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 اتسخت القفازات. مياو 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 اتسخت القفازات. أوه، ماذا سنفعل الآن؟ هيا سنغسل القفازات. ثلاث قطط صغيرة غسلنا القفازات وعلقوها في الفناء. أمي الحبيبة أخبار عظيمة، قد غسلنا القفازات. خبر جميل لكم التقدير، إليكم بعد الفطير. مياو 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 سنأكل اليوم فطير. ثلاث قطط صغيرة غسلنا القفازات وعلقوها في الفناء. أمي الحبيبة أخبار عظيمة، قد غسلنا القفازات. وهذا جميل لنا التقدير، سنأكل اليوم فطير. مياو 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 سنأكل اليوم فطير. من يريد الآيس كريم؟ أنا هل نسيت شيئاً يا صديقي؟ الكلمات السحرية من فضلك وشكراً. كلمات سحرية كلها تحصل على ما تريد. من فضلك وشكراً كلهم دوماً ما حيد.
صنعت لنا أمي كعكة العيد، تعبت ليكون الكل سعيد. قبل أن أخذ قطع حضنتها، والكلمات السحرية أخبرتها. كلمات سحرية كلها تحصل على ما تريد، فضلك شكرا كلهم دوما ما حييت. من فضلك وشكرا، من فضلك وشكرا. أعطاني أبي الطيب ألعب جديدة، أنا ولد جميل أخلاقي حميدة. قبل أن أخذها من بين يدي، قلت كلماتي السحرية. كلمات سحرية كلها تحصل على ما تريد، من فضلك شكرا كلهم دوما ما حييت. من فضلك وشكرا، من فضلك وشكرا. كانت صديقتي تطير طائرة، أعجبني ذلك أردت التجربة. فابتسمت وطلبت بأدب، من فضلك أريد أن ألعب. كلمات سحرية كلها تحصل على ما تريد، من فضلك شكرا كلهم دوما ما حييت. من فضلك وشكرا، من فضلك وشكرا. كنت أجلس في الفصل يوما ما، واحتجت أن أذهب لدورة المياه. رفعت يدي وقلت من فضلك، فاستجابت لي في الحال. كلمات سحرية كلها تحصل على ما تريد، من فضلك وشكرا كلهم دوما ما حييت. من فضلك وشكرا، من فضلك وشكرا. أهلا يا أصدقائي، هل تريدون أن تنامون جميعا في سرير اليوم؟ إذا التصقوا جنبا إلى جنب، سيكون مزدحما قليلا. أجل، هيا هيا لنجرب. 1 2 هيا. يوجد 10 في السرير. فجأة قال الصغير، هيا دوروا هيا دوروا. داروا جميعا فسقط 1. يوجد 9 في السرير. فجأة قال الكبير، تحركوا تحركوا. تحركوا جميعا فسقط 1. 8 في السرير. فجأة قال المكير، دوروا دوروا هيا دوروا. داروا جميعا فسقط 1. يوجد 7 في السرير. فجأة قال الكبير، هيا لفوا سريعا لفوا. فلفوا جميعا وسقط 1. يوجد 6 في السرير. فجأة قال الصغير، هيا ازحفوا هيا ازحفوا. فزحفوا جميعا وسقط 1. اوه مؤلمة. تعلمون جيدا، السرير ليسعنا نحن العشرة. يوجد 5 في السرير. فجأة قال الخبير، هيا اندفعوا هيا اندفعوا. فاندفعوا جميعا وسقط 1. اوه ياه. يوجد 4 في السرير. فجأة قال الشرير، تزحزحوا تزحزحوا. فتزحزحوا جميعا وسقط 1. 3 فقط في السرير. فجأة قال الخطير، تقلبوا تقلبوا. فتقلبوا جميعا وسقط 1. أجل أجل. 2 في السرير. فجأة قال الصغير، هيا دوروا هيا دوروا. فداروا جميعا وسقط 1. والآن يوجد 1 في السرير. فجأة قال الصغير، سأنام. قد فرغنا من الغناء. هيا يا صغيرتي، لقد شاهدت التلفاز لوقت طويل، عليك القيام ببعض المهام. لكن يا أمي أنا لا أريد. لا تجادلي يا غادة، كلنا لدينا مهام علينا القيام بها. عليك الذهاب للمدرسة، وعليك تنظيف الحوض، عليك اتباع القواعد، فلتفعليها لأجلي. لا أريد الذهاب للمدرسة، لا أريد تنظيف الحوض،
لا أريد اتباع القواعد، أنا أحب اللعب. غادة كوني مطيعة. لكن يا أمي، لقد أخبرتني أن أقول من فضلك إذا أردت شيئاً ما، أليس كذلك؟ حيلة ماكرة، أنا أمك، عليك أن تطيعيني دائماً. أوه. عليك تنظيف غرفتك واستعمال المكنسة، لا تكونين عابسة، افعليها لأجلي من فضلك. لا أريد تنظيف غرفتي، كلا لا أريد المكنسة، كلا لا لن أبتسم، فقط أريد اللعب. وقت الواجب. لا أريد. وقت النوم. كلا لا أريد. فلتأكلي الخضار. كلا لا أريد. فلتطوي البنطال. كلا لا أريد. فلتقرأي كتابا. كلا لا أريد. كوني مطيعة. كلا لا أريد. اغسلي أسنانك. كلا لا أريد. اذهبي إلى السرير. كلا لا أريد. لا أريد أن أكل الخضار، لا أريد أن أطوي البنطال، أريد أن أشاهد التلفاز ولا أفعل أي شيء. هذا حقا سيء يا غادة، ماذا أفعل معك؟ أعرف ذلك، فلتأكلين بعض الكعك، فلتبقين مستيقظة، امرحي وشاهدي التلفاز، افعلي ذلك من أجلي. كلا لا أريد بعض الكعك، كلا لا أريد أن أسهر، كلا لا أريد أن أشاهد التلفاز، لا أريد فعل أي شيء. لقد خدعتني يا أمي، هذا ما كنت أريد أن أفعله. هذا سيء، أليس كذلك؟ كان عليك أن تستمعي إلي جيداً وتطيعين ما أقوله، فهذا ليس صعباً على الإطلاق. معك حق يا أمي، أنا آسفة، أريد أن أكون مطيعة. هذه ابنتي المطيعة. انتهى وقت الاستراحة يا أولاد. اللعب خارجاً كان ممتع جداً. انتظروا يا أولاد، قبل أن نعود إلى الفصل من المهم أن نغسل أيدينا. لكن لماذا؟ دعوني أخبركم. اغسل 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 يدك تخلص من الجراثيم، ابقيها دائماً نظيفة، غسل اليد جميل. عندما نلعب خارج المنزل يجب ألا ننسى وجود الجراثيم، لا نراهم بوضوح، يحبون الاختباء، لذا نغتسل عندما نعود. اغسل 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 يدك تخلص من الجراثيم، ابقيها دائما نظيفة، غسل اليد جميل. صابون ماء فقاعات اغسل، صابون ماء فقاعات اغسل. حين نلتقط قمامة من على الأرض نغسل أيدينا، نغتسل جيدا. عندما نخرج من دورة المياه يجب ألا ننسى غناء هذه النغمة. اغسل 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 يدك تخلص من الجراثيم، ابقيها دائما نظيفة، غسل اليد جميل. صابون ماء فقاعات اغسل، صابون ماء فقاعات اغسل. إلى اللقاء معلمتي. شكرا. إلى اللقاء. لا تنسوا غسل أيديكم دائما، سيكون العشاء جاهز قريبا، لا تنسوا أن تغتسلوا. عندما نمشي أو نركب حتى الباص يجب ألا ننسى وجود الجراثيم، يمكن أن تمرضنا إن لم ننتبه، هذه الجراثيم في كل. اغسل 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 يدك تخلص من الجراثيم، ابقيها دائما نظيفة، غسل اليد جميل. صابون ماء فقاعات اغسل، صابون ماء فقاعات اغسل. ان ما رحت كثيرا بمتعبة الكلاب تذكر انه قد يكون متسخ، ان استخدمنا ايدينا في الرسم فقبل العشاء يجب أن نغتسل.
اغسل 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 يدك تخلص من الجراثيم، ابقيها دائما نظيفة، غسل اليد جميل. صابون ماء فقاعات اغسل، صابون ماء فقاعات اغسل. العشاء يا أولاد. ممتاز، أنا جائع جدا وأيدينا في غاية النظافة. يا أصدقائي، عندي فكرة لأغنية نغنيها في حفلة المدرسة. رائع، ما هي؟ أخبرينا. إنها أغنية عن كل الأولاد والبنات. نحن جميعاً نبدو مختلفين من الخارج، ولكن في قلوبنا كلنا متشابهين. ماذا تقصدين؟ سأريك إذن، ثم نتمرن معاً لنغنيها سوياً في حفلة المدرسة غداً. أوه، يبدو ذلك رائعاً. ذقن محدد وخدود وردية، شفاه حمراء وأسنان لولية، بيضاء كالثلج، شعر كالموج، عيون زرقاء. هذا إبداع. قلبك لطيف وشفوق، عقلك ذكي وغير كسول، مميزة في كل مجال، نحبك في كل الأحوال. مميزون ورائعون، حقا كلنا رائعون. مميزون ورائعون، نكون ونبدو رائعون. واو، الأغنية حقا رائعة للعرض المسرحي. نعم رائعة، قد فهمت مغزاها. من الممكن أن نبدو مختلفون، ولكن في قلوبنا نحن جميعا متساوون. بالضبط، حان دورك الآن يا عزيزتي، فتقودين الغناء وتخبري صديقنا عماد عن ما يجعله رائع مميز. بالتأكيد. خدود مستديرة وأنف دقيق، وجه صبوح وبنطال أنيق، شعر بني ناعم وجميل، عيون عسلية، ضحكة بهية. قلبك لطيف وشافوك، عقلك ذكي وغير كسول، مميز في كل مجال، نحبك في كل الأحوال. مميزون ورائعون، حقا كلنا رائعون. مميزون ورائعون، نكون ونبدو رائعون. أوه، هذا جعلني أشعر أني مميز. أنت حقا مميز. هيا هيا، ستتصدر المسرح وتغني. حسناً، فهمنا. خدود مستديرة، شعر كالموج، يرقص كالنجم المتوهج، مبتسم ودود طيب وخلوق، عيون زرقاء وقلب شفوق. قلبك لطيف وخلوق، عقلك ذكي وغير كسول، مميز في كل مجال، نحبك في كل الأحوال. مميزون ورائعون، حقا كلنا رائعون. مميزون ورائعون، نكون ونبدو رائعون. وجه صبوح، شعر ذهبي، ودود محب شجاع وقوي، أنف قصير وقلب كبير، يحب الكرة والتهديف. قلبك لطيف وشافوك، عقلك ذكي وغير كسول، مميز في كل مجال، نحبك في كل الأحوال. مميزون ورائعون، حقا كلنا رائعون. مميزون ورائعون، نكون ونبدو رائعون. كان ذلك رائعا، فلنستعد للعرض غدا مساء. هيا فلنعد إلى المنزل وننام نوما هادئا. شكرا لك يا صديقتي. نوما هادئا يا أصدقائي. مع السلامة. مرحباً في حفل الفواكه السنوية لأصدقائي بوم. مقدم لكم من خلالنا
أصدقائي الفواكه اللطاف. صحيح يا أولاد، كل عام نجتمع سوياً ونرتدي زياً تذكرياً في شكل. نعم بالصواب خمنتم، فاكهتنا المفضلة. انظروا أنا الموزة، صفراء ولذيذة للأكل، أفضل طعام للقردة، وجبة خفيفة شهية. دعني أحكي عما أعرف عن الفاكهة، إنها حقا مفيدة وهذا صحيح، لذيذة وشهية هي أفضل طعام، ونحن أصدقاء الفواكه اللطاف. أهلا أنا برتقال. أنمو كثيرا على الشجر، البعض يشربني عصيرا، مليء بفيتامين سي. مرحبا أنا التفاح، وبالألياف أنا مليء، أخضر وأحمر ألواني، وفي الفطائر أنا شهي. دعني أحكي عما أعرف عن الفاكهة، إنها حقا مفيدة وهذا صحيح، لذيذة وشهية هي أفضل طعام، ونحن أصدقاء الفواكه اللطاف. أناناس، أنا استوائي وهذا جميل، قصة شعري ظريفة تأكل مني شريحة. دعني أحكي عما أعرف عن الفاكهة، إنها حقا مفيدة وهذا صحيح، لذيذة وشهية هي أفضل طعام، ونحن أصدقاء الفواكه اللطاف، أصدقاء الفواكه اللطاف، أصدقاء الفواكه اللطاف. عنكبوت، اذهب بعيدا يا سيد عنكبوت. أوه ماذا بك يا ندى؟ إن العناكب مخيفة جدا. لا لا، لماذا يخيفك؟ لا يستطيعون أن يؤذونك، فإنهم صغار وأنت كبيرة جدا. لا إنهم يخيفونني. إنهم لطفاء، انظري كيف يتسلقون مجددا متى وقعوا. العنكبوت الصغير تسلق الأنبوب، نزل المطر فسقط في الحال، أشرقت الشمس فنشف المطر، فعاد العنكبوت يتسلق الأنبوب. هيا يا عنكبوت، هيا هيا تسلق، تسلق يا صغير، هيا هيا تسلق. يبدو لطيفا ولكنه لا يزال مخيفا بعض الشيء. كلا، فقط إنه يؤدي عمله. العنكبوت الصغير تسلق الباب، نزل المطر فسقط في التراب، أشرقت الشمس فنشف المطر، وعاد العنكبوت يتسلق الباب. هيا يا عنكبوت، هيا هيا تسلق، تسلق يا صغير، هيا هيا تسلق. يبدو لطيفا بعض الشيء. بالتأكيد، انظري لا زال يتسلق. العنكبوت الصغير تسلق الشجرة، نزل المطر فسقط في الحفرة، أشرقت الشمس فجف المطر، وعاد العنكبوت يتسلق الشجرة. هيا يا عنكبوت، هيا هيا تسلق، تسلق يا صغير، هيا هيا تسلق. العنكبوت الصغير تسلق الأنبوب، نزل المطر فسقط في الحال، أشرقت الشمس فنشف المطر، فعاد العنكبوت يتسلق الأنبوب. هيا يا عنكبوت، هيا هيا تسلق، تسلق يا صغير، هيا هيا تسلق. صدقت يا زياد، العناكب لطيفة حقا. هذا صحيح، والعنكبوت صديقي المفضل ذو الثمانية أرجل.
على ويندي. ماذا حدث ابنتي الحبيبة؟ حسناً، آوي آوي آذيت ركبتي، آوي آوي يا أمي ساعديني، آوي 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 لدي بوبو في ركبتي. تعالي هنا يا صغيرة. يا عزيزي، ليس أنت أيضاً. آوي آوي صدم رأس الصغير، آوي آوي لنضع في السرير، آوي 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 لديه بوبو ذا المسكين. بوبو بوبو ما العمل، بوبو بوبو تؤلمنا. هنا تعال إلي يا حبيبي. آوي آوي قد صدمت أصابعها، آوي آوي أعرف هذا يؤلم، آوي 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 لديها بوبو سوزي المسكينة. بوبو بوبو ما العمل، بوبو بوبو تؤلمنا. أوه لا، ماما أيضا. جرح إبهامي، آوي آوي وأشعر بغباء. آوي 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 ماما عندها بوبو، أترون؟ بوبو بو ما عمل، الأحضان والكوبلات يساعدون على الشفاء. ماما لا عليك، كان عندي دكتورة ويندي وممرضتين توأم يساعدوني. هذا صحيح. هيا يا أصدقائي لنلعب لعبة جوني جوني، سأكون الأب وأنتم الأطفال، اتفقنا؟ يبدو ذلك لطيفاً. بالتأكيد. هيا جوني جوني. أجل يا أبي. أتترك درسك؟ كلا يا أبي. أتتأخر؟ كلا يا أبي. إذن هيا. هيا جوني هيا جوني، هيا 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 جوني هيا جوني، هيا 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 أبي هيا أبي، هيا 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 أبي هيا أبي، هيا 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 يا شادي ستكون الابن. نلعب إذن يا أبي. أوه هيا. جوني جوني. أجل يا أبي. هل تلو؟ كلا يا أبي. هل تكتب؟ كلا يا أبي. كن جيدا. ها ها ها. هيا جوني هيا جوني، هيا 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 جوني هيا جوني، هيا 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 أبي هيا أبي، هيا 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 أبي هيا أبي، هيا هيا. تكون أنتما الاثنين هذه المرة. ممتاز، إذن سنكون أخوين. واو رائع، كم تمنيت أن يكون لي أخاً. جوني جوني. أجل يا أبي. أتت شجرة؟ كلا يا أبي. أتأخذ حلوى؟ كلا يا أبي. كنا لطفاء دوما سنكون. هيا جوني هيا جوني، هيا 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 جوني هيا جوني، هيا هيا يا أبي. أتغيظ أخاك؟ كلا يا أبي. أتأخذ ألعابه؟ كلا يا أبي. كنا لطفاء دوما سنكون.
هذا ممتاز. واو رائع. يوم مثالي للنزهة في الحديقة. أجل، يوم جميل. ماذا يمكن أن يعكر صفو يومنا اللطيف؟ انظري المطر، تهطل الأمطار دون سبب. أمطار مزعجة غزيرة. هيا أسرعوا لنختبئ تحت الشجرة. هيا. اذهبي يا أمطار اليوم، ولتذهب السحب للنوم. نريد اللعب والاستمتاع، فلا تذهب النزهة هباء. لا نريد الأمطار. اذهبي يا أمطار، اذهبي يا أمطار. لا تقلقي يا صديقتي، لن يستمر المطر للأبد. فلنتمنى أن يكف المطر عن الهطول ونعود للاستمتاع بيوم العطلة. بالتأكيد، أتمنى ذلك. لا تمطري يا سماء، فنحن في استياء. نريد اللعب طوال اليوم، فليذهب المطر في التو. لا زالت بعض تمطر، اذهبي يا أمطار، اذهبي يا أمطار. واو، أعتقد أن أمنيتنا ستتحقق، فقد بدأت السحب تنقشع. إذن لن نغني مجددا. فكرة رائعة. اذهبي الآن يا أمطار، ولتشرق شمس النهار. اصفي يا سحب السماء، كوني بيضاء وزرقاء. انظري قد ظهرت الشمس، وبالدفء صرنا نحس. هيا نقفز وندور في الشمس، نلعب بسرور. واو، هيا قد عاد وقت النزهة، هيا للمرح. لقد أخبرتك بأن المطر لن يستمر للأبد. ياه. ها قد ذهب المطر، وقد أزهار الشجر. فلنلعب طوال اليوم، فقد انقشع الغيم. ها قد ذهب المطر، ها قد ذهب المطر. هذا جيد جدا. واو. أوه يا أصدقائي، كانت ليلة مرهقة، فالاعتناء بالتوأمين مرهقا حقا. أوه، إن الأخ والأخت الصغيرين جميلين حقا. لقد حان الآن وقت النوم. إذن هيا يا أطفالي الأعزاء، علي أن نأخذ قسطا من النوم. أعتقد أنه من الأفضل أن نغني لهم الأغنية التي كانت تغنيها لأمي حتى ينعموا بنوما هادئا. فكرة جميلة. أزهي السرير الطفل الصغير في غصن الشجرة، يهتز ويمين، يهز الهواء يمينا ويسار، فينام بهدوء الأطفال الصغار. ألا زلتم مستيقظين؟ يبدو أنه يجب علينا أن نواصل الغناء. هيا يا صغار، فلتناموا. هيا نجرب مرة أخرى. الآن الأطفال هنيئون ودافئون، والأم تغني بصوت حنون. تهز الكرسي فينام الصغار، أحلاما سعيدة وأفراحا كثار. أتشو. أوه، لقد استيقظوا مجددا. هل تظنهم سينامون أبدا؟ نتمنى ذلك. هيا يا صغيرتي، عودي إلى السرير. وسنواصل الغناء لك حتى تنامين. فوق الساحة سينام الصغار، ويحلمون أن يصبحوا كبار. تحرسهم الأوائك وترعاهم،
الغناء حتى ينام الأطفال. أغمضوا عيونكم وهيا للنوم، في سريركم الدافئ متحلى الليل. ليلة سعيدة وحياة طيب في رعاية أمكما وأبيكما الحنين. نوما هادئا أصدقائي الصغار. حيوان. الحيوانات في كل مكان، معي أو معك الآن. في حديقة الحيوان، في حديقة الحيوان، استمع إلى أصواتهم كبيرة وصغيرة. يا فتيان يا فتيات، يا فتيان يا فتيات، إنه القرد. القرد 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 الضاحك، قرد القرد القرد الضاحك، قرد القرد القرد الضاحك، قرد القرد القرد الضاحك. في حديقة الحيوان، في حديقة الحيوان. واو هذا ممتع. الحيوانات في كل مكان، معي أو معك الآن. يا فتيان يا فتيات، يا فتيان يا فتيات، إنه الأسد. الأسد يسأر 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 يسأر، الأسد يسأر 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 يسأر. في حديقة الحيوان، في حديقة الحيوان، الحيوانات في كل مكان، معي أو معك الآن. مرحبا يا فتيان يا فتيات، يا فتيان يا فتيات، إنه الفيل. الفيل أكبر من المنزل، إذا صعدت فوقه فلن تنزل. في حديقة الحيوان، في حديقة الحيوان، الحيوانات في كل مكان، معي أو معك الآن. يا فتيان يا فتيات، يا فتيان يا فتيات، إنها الفقمة. الفقمة الفقمة ماذا تفعل؟ الفقمة الفقمة هل تلعب؟ الفقمة الفقمة أنت هنا؟ الفقمة الفقمة هيا معنا. في حديقة الحيوان، في حديقة الحيوان، الحيوانات في كل مكان، معي أو معك الآن. مرحى. يا أصحاب، ما رأيكم أن نذهب في مغامرة اليوم؟ نعم، أحب المنتزه وحديقة الحيوان. هل يمكن يا نيثان أن تطلب من والدتك أن تأخذنا؟ لا أعلم يا أصدقائي، تبدو في غاية الانشغال اليوم. هيا يا نيثان، نريد أن نلعب. حسناً، سأجرب. يا أمي، هل يمكن أن نغامر؟ لا لا لا. هل لنا أن نلعب السلايم؟ لا لا لا. نأكل حلوى كثيرة؟ لا لا لا. أرجوك هل يمكن؟ قلت لك لا. لا 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 لا. أرجوك يا أمي. لا 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 لا. تعني لا؟ يا إلهي، أمي لن تسمح لنا بالذهاب لأي مكان. مهلاً، يمكنني أن أجرب وأسألها ولنرى، يمكن أن توافق. فكرة مذهلة، بالتوفيق. هل نترك حل الواجب؟ لا لا لا. نأكل كثير من المخبوزات؟ لا لا لا. نذهب ونلعب بولينج؟ لا لا لا. نخرج حتى للتنزه؟ قلت لك لا. لا 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 لا. أرجوك يا أمي. لا 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 لا. لا تعني لا. آه، لا يوجد أمل. انتظروا، دعوني أجرب. لا تقدر أي أم على مواجهة جاذبيتي. هيا أنا سأجرب.
هل نشاهد أي فيلم؟ لا لا لا. ممكن نشرب عصيرا؟ لا لا لا. نقيم معا حفلة مبيت؟ لا لا لا. نلعب خارجا مع روفر؟ قلت لك لا. ماذا عن المثلجات؟ لا. نمضي وقتا مع الفريق؟ بالطبع لا. لا ننام حتى الفجر؟ مستحيل. نذهب لنلعب في الحديقة؟ لا 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 لا. أرجوك يا أمي. لا 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 لا. تعني لا؟ حسنا إذن أظن أنه لا يمكن أن نذهب في مغامرة اليوم. يا أولاد لقد أنهيت مهامي. ماذا عن بعض المثلجات؟ حقا مدهش. شكرا يا أمي.